اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. قبل قرار الولايات المتحدة الامريكية سحب 160 عنصرا من حرسها الوطني لفلوريدا من اوكرانيا، كان هناك انسحاب اخر للمدربين او للذين يقومون بتدريب الاوكرانيين على الانلو، وهذه الصواريخ هي منظومة بريطانية دنماركية ضد الدبابات، والإنلو يعرفها الجميع انطلاقا على الأقل بالنسبة للمتابعين في الشرق الأوسط من 2015 استخدمت في الحرب اليمنية السعودية على وجه دقيق. لذلك فالإنلو معروفة، ولذلك فاستخدامها أساسا كان معلوما من 2015، ومدى أثرها على الأقل هو الذي دفع البريطانيين إلى استخدام هذا التدريب في أوكرانيا وللرد على الدبابات الروسية. إذن أول إجراء قام به البريطاني وعبر مفاوضات، إذن ما قام به الأمريكي هو ناتج عن قرار بريطاني سبقه بمفاوضات ما بين شويغو وما بين البريطانيين، ما بين وزير الدفاع الروسي الذي أكد بما يشبه الإهانة تماما لبريطانيا بضرورة سحب جنودها. هؤلاء الجنود أو المدربين أو أيا كان اصطلاحهم، هو يرفض أن يطلق عليهم لفظ مدرب، قال بالحرف عليكم الانسحاب الفوري من أوكرانيا فكأنها جزء لا يتجزأ من روسيا. شويغو أضاف لن يكون لكم جسر، يقول بالحرف لن نسمح بأي جسر من أي مدينة أوكرانية، يذكر بحالة سيناريو أفغانستان بذلك الجسر. لذلك فسيكون طالبان أو حركة طالبان أكثر رحمة من الروس في دخولهم إلى أوكرانيا دونباس وما بعدها إلى كييف. أما بالنسبة لوجود الروس في أوكرانيا فقد كانوا من 2014 بعد دخولهم إلى الجزيرة، واليوم في 2021 مع دونباس إلى حدود كييف واحتمال السيطرة الكاملة على أوكرانيا، وهذا الذي يثق بصوابيته أكثر من 15 مكتبا استخباريا تتقدمهم CIA المركزية، المخابرات المركزية الأمريكية، والDIA استخبارات البنتاغون. إذن نتحدث اليوم عن ترتيب كامل لأمريكا بخصوص إبعاد كل ما هو غربي عن أوكرانيا. وهنا يطرح سؤال، لماذا تحديدا مثل هذه الرغبة الأكيدة من شويغو لإبعاد كل ما هو بريطاني، وبعدها مباشرة كان إبعاد 160 عنصرا من الحرس الوطني؟ لأن ما سيقرره البريطاني مع الروسي هو الذي سينفذه الأمريكي، وهذا الذي يجعل من البريطاني يقول بالحرف لن نعطيكم المبرر الوشيك أو على الأقل الهجوم الوشيك. إذن بالنسبة لهذه العملية، عملية أولا لعدم إعطاء مبرر للروس من أجل مهاجمة أوكرانيا، وأوكرانيا نفسها التي طلب سفيرها في بريطانيا بقوات إضافية لمنع الهجوم، خصوصا وأن هذا السفير بريستايكو السفير الأوكراني في لندن كان واضحا باتجاه القوات الإضافية، لأن بالنسبة للقوات الإضافية هي الوحيدة التي يمكن أن تمنع الحرب لسبب رئيس، لأن بوجود بريطانيين 160 من بريطانيا و160 من أمريكا وباقي أعضاء الناتو، فكل هؤلاء لديهم إذن نوع من الحصانة، وأي حرب ستكون بإعلان حرب ضد كل الناتو، وسيكون الحلف
في ورطة أخلاقية أمام جنوده، إن سقط منهم أي واحد في هجوم غير قانوني أو شرعي وبعيدا عن أي شرعية دولية. لكن المبرر أساسا بالنسبة على الأقل للطرف البريطاني، لقد أزلنا المبرر المعروف بتواجد الغربيين في أوكرانيا. اليوم أوكرانيا من دون أي جندي غربي، فهل سيتقدم آنذاك الروسي أم أنه سيحافظ على ستاتيكو الحالي أو على الوضع القائم الحالي؟ إذن واقع الحالي أننا أمام ثلاثة إشارات، واقع الأمر أننا أمام ثلاث إشارات واضحة للغاية. أن بريطانيا هي التي قررت الانسحاب من أوكرانيا قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه رسالة مباشرة للتحالف الأنجلو أمريكي. إذن بريطانيا هي التي قررت، وأمريكا هي التي تنفذ إلى جانب بريطانيا. المسألة الثانية أن المدربين والحرس الوطني وكل هذا لا يمثل أبدا قوات إضافية أو قوات للنيتو، بل ومن داخل الاتفاقيات الثنائية. اليوم بريطانيا سحبت، وهنا جاءت الإهانة المباشرة، سحبت وبشكل مباشر قواتها في إطار العلاقات الثنائية الأوكرانية البريطانية، وأيضا من داخل الناتو. إذن الأمرين معا، وعندما تذكر ضمن ضمانات موجهة إلى موسكو، فإن هذا يجعل من شويغو يأخذ الاعتراف الأول فالثاني فالثالث من أجل خلق أعراف للتعاطي مع أوكرانيا، خصوصا وأن القوات الإضافية ممنوعة في أوكرانيا، وأن كل قوات النيتو محرم عليها في إطار اتفاقيات ثنائية حضورها إلى أوكرانيا. إذن العملية شديدة وصعبة، وقبلها وبشكل مباشر البريطاني، كما لا يعرف أحد كيف قبل البريطاني الذي إلى حدود اللحظة الأخيرة كان يحاول عبر ديفندر، عبر أكثر من لحظة وأيضا أكثر من إشارة بأن بريطانيا حاضرة في البحر الأسود. لكن عندما أدرك الجميع أن السفن الست التي خلقت إزعاجا بوصولها إلى الحدود الإقليمية لبريطانيا، وأطلقت هناك نيران الرماية، ثم نقلت كفيديو مع الفرنسيين، هذا الذي جعل كل من فرنسا وبريطانيا يفهمان جيدا ما علاقات القوة وموازين القوة بهذا التحديد. إذن كل القدرة الحالية التي يعمل عليها الآن الترتيب الجاري بالعمل في أوكرانيا كله سيعطي أفقا غير منظور، إلا من زاوية أن أوكرانيا تركت لوحدها، هذا واقع الحال. إذن وبالنسبة لروسيا فهي تشترط من يكون في فنائها، من يكون في أوكرانيا ومن لا يكون، بمعنى أن ممارسة السيادة الأوكرانية بشكل شامل لا وجود لها بعد اليوم، لأن البريطاني أو الأمريكي في نزاعهم حول ميزان القوى حسم بشكل مباشر لروسيا، وهذا واقع الحالي بالنسبة للإشارة المركزية التي وصلت من خلال هذا التصرف ومن خلال مؤتمر صحافي ونقل للجلسة، وشويغو يتحدث بشكل مباشر وواضح عن مطالب روسيا وعن الشروط التي تقدمها روسيا ويقبلها البريطاني. وهذا هو التطور الاستثنائي بجميع المقاييس التي على الأقل يمكن اليوم الحسم فيها بأنها صارت لصالح موسكو. موسكو تربح بميزان القوى الحالي، لذلك ولا داعي للحرب،
ببساطة شديدة لأن روسيا ما تريده تنفذه الدول الغربية، وانسحاب أمريكا وأوكرانيا وانسحاب كل أمريكي مدني أو عسكري. هذا يكشف إلى أي حد نرى أن الانتصار الروسي بدأ، ولكن في ساحة الحرب هنا لا يريد أحد مثل هذه الحرب أمام قوة نووية بحجم روسيا. شويغو من جهة ثانية فإنه أطال الخطاب الموجه إلى البريطاني، والبريطانيون يسجلون النقط التي يوردها شويغو. وعندما وصل إلى آخر نقطة للتفصيل وجدنا أن البريطاني لا يسأل بل وينفذ ويطلب تفسيرات على الأقل للمزيد من التوضيح. وبالتالي فإن ما يجري عبر وزارة الدفاع البريطانية انتهت إلى تنازلات مخلة على الأقل حسب ما يراه البعض، لكن حسب الأمريكي والبريطاني فإن لا واشنطن ولا لندن لم تسلم كعاصمتين لهذا التحالف ومن داخل النيتو أي تنازل جوهري إلا إبعاد مبرر لموسكو بخصوص الهجوم الوشيك. إذن هذا هو التطور الذي يجعل من تنازلات الغرب إبعادا لخيار المواجهة والصدام. لكن من الاتجاه الآخر فإن المخابرات الأمريكية تعتقد أن بوتين لديه الآن خطط مباشرة وضعها جيش الروسي من أجل أن تكون هذه فرصة، فرصة نادرة ولا يمكن إعادتها، لأن الهجوم اليوم هو هجوم ناجح، و48 ساعة هي الوحيدة للوصول إلى كييف، والنزول بهذه الطريقة وهذا الإنزال بهذه الطريقة وبهذه الكثافة يجعل من كييف تسقط أكثر. يعني نحن نتحدث عن نفس الاستراتيجية التي تستخدمها الصين في تايوان عندما تحاصر جوا بحرا إلى آخره، وتضع هناك أعدادا غفيرة من الجنود الصينيين ومن التكنولوجيا من أجل العمل على شيء مركزي واحد هو الوصول إلى ضبط هذه الحدود ومن ثم إسقاط الثمرة. نفس القضية ستقع في كييف، سنجد على أن الهجوم انطلاقا من بيلاروسيا روسيا وفي هذه المناطق سيكون الأمر عصيا جدا، لأن تحالف مثل بيلاروسيا وروسيا في الهجوم سيكون له الأثر البين على أوكرانيا. فبالنسبة لما لم تستطع الدول تسليمه للأوكرانيين يسلمه البيلاروس إلى الروس وهكذا، فالمسألة بالنسبة إليهم على الأقل سيكون لديها أثر بين وواضح وشامل بالخطوات العسكرية. وهنا لابد من التطرق إلى أن هناك خطط كما لدى الأمريكيين 14 سيناريو، فإن لدى الروس مناقشة حول أربع سيناريوهات للوصول إلى كييف كما اتضح من خلال تسريبات مباشرة لصالح السيائي انطلاقا من مكتب بوتين. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.